أولا أود أن أقول بكل صدق لأنني جد سعيد باش نتلقى مع عدة وجوه اللي سنوات هذه ما شفتهم، إخوان صحفيين لا المكتوبة ولا المرئية ولا المسموعة اللي دائما كانت كتربطني بهم علاقة طيبة وجد وطيدة. ما خصوص النظرة ديالي دائما اللي كانت عندهم في المرتين السابقتين اللي دزت فريق أولمبيك أسفي، هذه المرحلة ربما الثالثة، والحنين دائما كيردني والذكريات. أنا أجمل فترات دوزناها مع أولمبيك أسفي، لا في المرحلة الأولى اللي دازت زواء تقريبا سنتين ونصف، كانت مجملة حافلة بعطاء، وكانت كترقى كان لكم ولا المتتبع عن كتاب ديال أولمبيك أسفي آنذاك. المرحلة الثانية أيضا هي تخلتها عدة أشياء تستحضرها كاملين لأنها كانت جميلة جدا، وأعتقد أنه كنا قاب قوسين أو أدنى من خطف بطولة المغرب، ما أعتقد لي 10 سنوات من الآن، لولا ذاك لو فينيش اللي كان ما متوفقناش فيه، أنه فعلا هذه المرة الثالثة كنجي في ظروف أخرى، ظروف ربما هي صعبة، إنما ليس بعزيز على أولا الساكنة ديال أسفي وكذلك عليكم أنتم، وأيضا على جميع المكونات ديال النادي اللي كان كله كل حب وكل تقدير، وبرئيسه سيد أنوار دبيرة مشكور، بالمكتب المسير، بالأطر التقنية والطبية اللي كتعمل فيه وباللاعبين ديالو. إذن الوقت اللي كان اتصال بيا واخا كان فتح قوسين باش ما انه كانوا الناس جاوني عتابات، بكل صدق انا ما نخفي عليكم لا شيء، جاوني عتابات لانه في بدايه السنه ومستهل هذه السنه هذه كانوا عندي كانوا اتصالات كانت مكتفه من اكثر من 5 فرق، واحتراما لهم انا ما بغيتش نجبدهم، ولكن كنشكر الرؤساء ديالهم اللي اتصلوا بعد ربي، ولكن كنت مازال ما بغيتش ناخذ قرار باش نشتغل، انما كنعتقد انه كاين ظروف الان. لماذا الان اسفي ولماذا في هذا الظرف بالذات ولماذا في هذه المحطه بالذات؟ لانه واحد كيدير في لا بالونس دو جوجمون يكون دائما شي مسائل موضوعيه ولا مسائل ذاتيه اللي كيديرها بالحسبان، كيكون لا ترجح الكفه ديال القبول او الرفض باش يشتغل مع نادي معين. من في مكان اللي انا يعني فكرت واحد اليوم او يومين، ولكن حتى قلت لكم ظروف ذاتيه بالضبط ذاتيه جعلتني على انني نقبل العرض ديال نادي اولمبيك اسفي باش كاملين نديروا اليد في اليد باش اولمبيك اسفي ترجع في البريق ديالها المعهود عليها، القوه ديالها المعهوده عليها، وما وايضا في هذا الظرف بالذات لانه تبقى واحد الانتيير دو شامبيون اللي غادي يكون بروفا بالنسبه ليا باش نربح شيئا من الوقت باش يكون السنه القادمه سنه قطف الثمار ديال لو هو دو كلاسمون لو هو دو طابلو، و بوي نعطيو حتى الجماهير الرائعه ديال اسفي اللي حتى هي جعلتني حتى هي نرجح الكفه ديال القبول ديال نادي اولمبيك اسفي، لانه جماهير اسفي دائما كانت ما نقولش وحيده في المغرب، ولكن من بين اعظم الجماهير اللي كاينه في المغرب بكل صدق.
إذن الآن أنا في فريقي كنعتقد أنه كاين مسار غادي في سير يعني سير سيغتا، لأنه بإذن الله ما يمكن له إلا يمشي في 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 في, في النطاق اللي باغينو بالنجاح، ونعطيو للجماهير ديال أولمبيك أسفي والمسؤولين أولمبيك أسفي والساكنة أسفي داك الأطباق الكروية اللي معهودة على أسفي والنتائج المتوخاة من طرف الجميع، وهذا ما أكيد غادي يتحقق بإذن الله بتضافر الجهود ديال الجميع، لأنه كاين بوتونسيال، كاين عمل فعلا دار، لأنه ما نطلقوش من الصفر، ماشي عبدو ربي كيلكان لي أنا بار ديونتولوجي، لأن لا ديونتولوجي تتحتم عليا على أنني نشكر الزملاء التقنيين اللي شرفوا على الفريق، واكيد انهم داروا عمل جيد. فالاشياء اللي كانت ان طوندون داشي ولا دي شوز نيجاتيف اللي كانوا نحاولوا ان نتلافاهم، والاشياء اللي كانوا بوزيتيف نحاول ان نزيدو نرونفورسيو نطوروهم اكثر، لا فيما يخص الفرد ولا الكومبارتيمون ولا الفريق بامته، باش باذن الله كيقول لكم نديو الرساله ديالنا اللي جيت على صددها، والواحد حتى الى نعس كيكون ناس ترونكيل، لانه ادى اعطيك بنيغاسيون بنوك ردات وباستماته وبكل ما اوتي من حنكه استغفر الله العظيم، ولكن كل ما كاين من اكسبيريونس je vais l'injecter dans le groupe pour qu'il puisse aller de l'avant. Bismillah.